نتيجة شباب على الأكل يعني ما جوعانين والله ترى المتسابق إذا جاء لازم يأكل شباب حابين نعلن النتيجة أعلنها الآن وأنتوا تأكلون تعال يا رجال حق ما بتقوم لا غدا ولا فوز لأني أنا أدري أني فايز بعون الله سلطان صراحة أحيي فيك الروح الجميلة تسلم وأحيي فيك بس أنت تغديت كويس؟ إيه هل تحتاج غدا بعد شوي؟ أحتاج يطلع مرة راحة الأمار طيب تلقيت أعاين عيالي في السجن والله حق حلوة ترى ممتعة لما تشوف فريق الثاني خسران في السجن وتروح تطقطق عليه تنبسط ها؟ نعم حلوة هذا الفوز الأول لك يعتبر في حال لو فزت لا فزت أنا تم مرة بس قديم اللي خسرت مرتين في المطبخ مرتين بس إيه مرتين ولا باقي كلها هايز فيها وبعد خسارتي يا طويل العمر يعني كلها يا طويل العمر متسابقين الله يهديهم بصرهم نصيحتك اليوم هذه ذمه وضمير يا طويل العمر وكم مرة يا طويل العمر والله طبخين أفضل من الطبخ اللي معي وصوتوا لهم نصيحتك اليوم بتوجه كلامك لمين أو نصيحتك توجهها لمن للكل سلطان انت دائما توجه رساله للجمهور نصائح حلوه للمتسابقين المقيمين اليوم نصيحتك لمين تروح للكل ايش تقول اقول راقب الله ولا لا, لا 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 تحمل ذنوب بكلمه مضبوط ما تلقي لها بال يعني دامه ما ضرك ولا جاك ولا تقرب منك لا تسب لا لا, لا توجع بالكلام يا اخوي لا تحمل ذنوب يعني انت مشكلتك والله لا انت ماخذ ذي ولا ذي متحملين ذنوب وعلى طيب فاضي هل تتوقع ان في ناس قيموا اليوم تقييم شف اذا هي ذمه هو ضمير ذمه هو هل تتوقع ان في ناس قيمت اليوم تقييمها اذا صرت انا احب لي من ورا صرت احب لي شخص يا طويل العمر ايه والله العظيم اني دام ما فيها شيء بيني وبين الله والله اني بقيمه حتى لو اكلته سيئه اذا ما في شيء يعني ذمه والله بقيمه بس اكلته سيئه شوف الواحد لما نحب له لو حيل يعني انت قبل كذا قيمت تقييم اما التقييم لا والله نيدل انا اتكلم في التقييم لا الف مبروك انا انتظرت الشباب يجون لكن على حسب هذه بعد تحتاج نقاط اني جاي واقفين جنبكم جالسين تكي نعم 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 يعني الف مبروك للحاصل على 1000 نقطة اليوم اقول شيء سلطان سلام تعال تعال اطلع معك اطلع معي برا يا انا ابو سلطان لحاله هلا بي تصدق اول مره اطلع في الحوش حر ها جدا والسجن بعد بلكاش حر ها البلكاش والله هي. وين عون؟ والله ظنيك بتقول اتجه مجلس النشامة وتك حط رجع على رجل تك رجع على رجل في السجن والله نعم اي والله روح اتحرك طح هناك انت مهزوم رح ما اظن اني مهزوم برجع والله مهزوم صدق والله مهزوم رح لين نجيك عون بغسل روح ابي اغسل والهياط اللي سمعته في المطبخ ما فاد بشيء على فكرة أهم شيء الطبخ أخوياي مقيمين هارد لك أخوياي مقيمين وبعدين زود أحبك اسمع طبختهم ما فيها رز حاطين رز يصلحونها وهي من غير دجاج ثاني شيء ارفع مطفن على مظلوميتك الإدارة ها ارفع مظلوميتك الإدارة يا سلطان مظلوميت الإدارة بعدين الأوراق اللي تعطى المتسابقين طبقها شوف أما تحط لي طلبات من عندك ليه ليه تحط طلبات من عندك وتحط زيادة عندك اللي في الورقة اطبخه بس ألف مبروك
للفائز اليوم فيصل الدبالي وفايز الشهراني. ايش تقول يا سالم؟ اقول المبروك يستاهلون على السجن يا سلطان، على السجن. هارد لك يا سلطان البريك، وهارد لك لسالم من جديع. معوض معوض على ذلك، بس اخذت مخرج. تعالوا تعال، كل التوفيق للفريق الفائز، وهارد لك الفريق المهزوم. التقيت بكره ان شاء الله الساعه 1 الظهر، مع السلامه. تفضل يا شباب، يعطيك العافيه، يعطيك العافيه. هلا هم يدرون كل الدرار عنا، عاشن كريس ماوي، عاشن كريس ماوي، عاشن كريس ماوي، عاشن كريس ماوي. متلوعه الفقرات بابداع واسقاطات، قصايد وشيلات كلن على فنا، من بيننا باصات والضحك والذبات، من دون رسميات لا هم لا ونا. عاشن كريس ماوي، عاشن كريس ماوي، عاشن كريس ماوي، عاشن كريس ماوي. وفينا من الشعار والمنشدين اكثر، وممثلين كبار وابداعنا سنا، متحمل له في شب. ايه حاشي طلع 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 سيب. جاك عون، جاك عون. عون وينه؟ جاك عون. لا مكتوب والله، قول لي هلا الله. مكتوب مكتوب فيه خبز وفيه رز. انا هذيك الرجال راح اقرها. قريها. ها؟ لا جات. ايوه وري فاصل، وري فاصل. شوف اوه تعبان بعد المثل ذا. طفوا الفرن حقنا. الله يعزي تيله. يعني اول طبخه ما فيها رز، والحين عطني رز لي. يقول ادام دجاج. اقرا حقي. الحمد لله الله يشفينا. لا لا حطوا هنا، حطوا هناك، خل ارعي ياخذ. خل ما ندمر، حط هناك اكيد انها.
الزوجة. هذه والله الكاهلة. الحمد لله. يا رجال الحرب خدعة. ما فيه هذا حرب. نجدي. نعم. خلتنا ننتبه. هذا صار مالك من ذراعك نقدة شربك على يدين الرجال هماي. ليش شربك؟ عشان فرد تقول شربك على الرجال. كنت بين يدي ابشر وانا واقف فيه. عوني هنا. والله لو نحت غيرك بروح اشوف، بس انت ثقتي فيك عمياء. والله العظيم اني فلا اعقب على امرنا انت وراه. تجي تطفيها فيها صلي.